ما قد تبدو أنها مجرد ثلاجة عادية في متجر للبقالة في العاصمة المصرية القاهرة، هي في الواقع ثلاجة تعمل بتقنية الزراعة المائية مكتوب عليها زرعت هنا، وتمنح الزبائن فرصة شراء الخضروات الطازجة من مكان زراعتها. تزرع الخضروات داخل الثلاجة بنظام الزراعة المائية بدون تربة، وفقط باستخدام الماء الذي يضخ من خزانات موجودة في أسفل الثلاجة مع إضافة الأسمدة والمغذيات. الشركة المطورة للمشروع تقول إن هذا النظام يستخدم مياهاً أقل بنسبة 90% مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية. الزراعة اللي بتحصل هنا اسمها الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة، فإحنا ما بنستخدمش أي تربة جوه الثلاجة دي. كل حاجة بتتم جوه المية، فالتسميد نفسه أو التغذية اللي بيحتاجها النبات موجودة جوه المية في دورة مغلقة، بمعنى إن المية بتتحط في تنكات تحت وبامبس مضخات بتضخ المية لفوق وبتنزل المية تغذي كل الأطباق دي اللي فيها النباتات. بيجي العميل بياخد حاجة يدفع ثمنها وبعديها بتيجي تستبدل بنبات تاني. ولا يستهلك فيه مواد بلاستيكية ويقلل من نسبة الطعام المهدر، كما أنه يساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل. لو بنتكلم عن مشاكل المياه، فالزراعة عامة في العالم بتستخدم تقريبا 75% من مخزون المياه العذبة، فإحنا بنوفر up to 90% من المياه المستخدمة في الري. رقم 2 الفائد، في تقريبا في السوبر ماركت 50% من المحصول اللي بيخش بيتم فقده عن طريق ان هو محدش اشتراه، احنا الحاجة مزروعة لحد ما يشتريها اي حد فما بتبصش خالص. واخر حاجة النقل، التلوث اللي بيتم عن طريق نقل الحاجة من المزارع الى السوبر ماركت احنا بنوفره تماما، لان احنا بنزرع في المكان اللي بيتم فيه استهلاكه او بيعه. وتخطط شركة شادوف التي تعمل على مجموعة متنوعة من المشاريع لدمج التكنولوجيا في الزراعة للمساعدة في مواجهة تغيير المناخ، لتوسيع المشروع ليشمل متاجر أخرى. كمان بنوفر في قيمة النقل أو تكاليف النقل، إن إحنا بنزرع في المكان بتاع قدام المستهلك على طول. كمان المستهلك بيستهلك بياخد الخصاية أو المنتج فريش، هو ما فيهاش تغليف، ما فيهاش باكجينج، ما فيهاش أي استخدام لحاجات بلاستيك أو مواد ضارة، لا هو بياخدها فريش كده ويقدر يحتفظ بيها تكمل كمان أسبوع أو 10 أيام عايشة يستهلكها فريش جوه المنزل. ويعد نقص المياه أحد التحديات الرئيسية الناجمة عن تغير المناخ التي تواجهها مصر.